ما حكم أم غير قطيرة تطلب مالا من ابنتها فهل يجب عليها أن تعطيها؟ والدة تقول السائلة أمها غير قطيرة وتطلب مالا منها، هل يجب على الابن أن تعطيها المال؟ نعم، تطيع أمها وترضيها وتعطيها من المال، إلا إذا أجحفت بها طلبت مالا كثيرا يضر بها فلا يلزمها ذلك. لكن الأمور اليسيرة والتي ترضي الوالدة أمرها سهل.